مساء الفل يا كابتن مدحت، على حضرتك وعلى كل المشاهدين، اهلا وسهلا. ربنا يخليك. يعني طبعا صالح جمعه هو حديث الساعه، ويمكن انا النهارده حطيت على صفحتنا على مساء الانوار السؤال اللي بيقول لماذا لم يدخل صالح جمعه في الحسابات الفنيه لحسام البدري مع النادي الاهلي حتى الان؟ باعتبارك وكيله الاول، تحب تشارك في الاجابه معانا؟ والله كابتن يعني انا برضو ما عنديش الاجابه، لان انا كان في وقت من الاوقات كنت متوقع ان هو يبقى موجود، ولقيته حتى دخل مع الفرقه وبقى نزل دقيقتين في مباراه، وبعدين الماتش اللي بعديه بره الاسبوع. ففي حاجات انا ممكن يبقى ما مش فاهمها برضو، ممكن يكون الكابتن حسام هو ادرى واحد يعني، لكن انا شخصيا ما عنديش اجابه طب بصراحه. انت يعني بتتابع التدريبات؟ بتشوف التدريبات؟ والله انا بشوف جزء من التدريبات وبسال اللعيبه التانيه حتى من وراه، هو الراجل بيتمرن كويس ولا لا، واللي بسمعه ان هو يعني مفيش مشكله يعني خالص، بالعكس الناس بتقول لي يعني في لعيبه كتير بتقول لي ان هي لا، اتمنى ان هو يبقى موجود وممكن نصنع معاهم فارق. بس انا فعلا بالعكس، انا يعني انا كراجل وكيله انا كان طموحاتي معاه اعلى من كده بكتير، بمنتهى الامانه يا كابتن. يعني اكيد كلنا انا لما يبقى معايا لعيب يبقى معايا لعيب دي، انا كراجل اللي ببقى باني طموحات وبلان للمستقبل غير البلان اللي حاصله دي خالص يعني، فاهم؟ فما عنديش طبعا كابتن اجابه، بالعكس يعني انا نفسي افهم يعني. ماضي قد ايه في الاهلي صالح؟ سنتين فاتوا، بقي ثلاثه لسه. لسه بدري، اصل في كلام طلع ان مش عارف ايه مفاوضات مع الزمالك والكلام ده، انت وكيل وتقدر تجاوبنا. لا طبعا يا كابتن، هي المنتهى للامانه ما حصلش طبعا خالص اي كلام من قريب ولا من بعيد، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو ما حصلش لانه مش منطقي برضو انه يحصل راجل متعاقد، والحاله الوحيده اللي تبقى الابواب مفتوح فيها ان يجي بقى راجل النادي الاهلي يقول له بقى يستغنى عنه، يديله الاستغناء الخاص بيه، ساعتها الابواب كلها تبقى مفتوحه. لكن دلوقتي هو راجل لسه 3 سنين في عقده، والناحيه دي تهمنا جدا ان انا اوضحها ان احنا ملتزمين بها جدا وملتزمين قانونيا جدا. يعني الراجل لا يحق له التفاوض مع اي حد دلوقتي، واي حاجه بتكون من خلال النادي، وده حاجه مش هنخالفها عمرنا يعني. طيب هل فكرت في عروض خارجيه ولا ما عندوش عروض خارجيه؟ لا هو في الوقت الحالي طبعا يعني انا في دايما ببقى متحرك يعني، وبكون ده اساس شغلي، وبكون متواصل مع ناس كتير بره مصر، ودايما في تواصل وفي افكار واقتراحات، وهيبقى مش صعب ابدا يعني ان يكون في عرض خارجي. ووقت ما النادي الاهلي يعني يقول لي حاجه معينه، او مثلا يبقى في موقف واضح، ما فيش مشكله. لكن في الوقت الحالي برضو الدنيا غالبا بتتغير في يوم وليله، فالواحد مش فاهم يعني. احيانا بشعر ان هو موجود ويبقى الماتش اللي جاي يبقى موجود، وبعد كده بيبعد. فلو في صوره واضحه ممكن نبني على اساسها يعني، فاهم قصدي؟ لكن طبعا صالح سايب اسم كويس جدا في البرتغال، وسايب بصمه كويسه في كذا حته، وكل يوم ناس بتكلمني من بره، شركات زي وكلاء وزمايلي والناس، حتى ساعات مسؤولين في انديه انا على اتصال بيهم، ما بيلعبش ليه؟ ما بيشاركش ليه؟ طب ازاي بالامكانيات دي ومش بيشارك؟ فوقت ما يبقى في قرار، وهيبقى الامور طبعا ان شاء الله تبقى مش صعبه ابدا يعني. واحنا في يناير اللي فات كان في عرض برتغالي وعرض سعودي، والاثنين رسميين ووصلوا على النادي بمخاطبات رسميه، واي حد في النادي يعني هيصدق على كلامي، لان كلامي كان كله صدق. وما اعرفش يعني، انا ساعتها طلبت النادي الاهلي فعلا، قلت لهم يعني ده الوقت المناسب يعني، الراجل مشاركاته مش متناسبه، وخلينا حتى قيمته التسويقيه نحتفظ بيها، ويفضل الراجل موجود وبيشارك ويرجع لكم اول السنه، وتبقوا اصحاب القرار مره ثانيه. والنادي الاهلي رفض تماما يعني. فتخيلت ان في مثلا نيه معينه ان هو يبقى موجود، لكن ما حصلش. فطبعا انا بصراحه طموحي ان هو يكون موجود، راجل يبقى اساسي ويشارك ده طبيعي. في كاس عالم باذن الله. افضل مركز لصالح جمعه ايه يا كابتن عبد الرحمن؟ والله كابتن في الفتره بتاعت بيسيرو الراجل شارك كرقم 10 مباريات، رقم 10 يعني فين؟ يعني فين رقم 10؟ يعني بلاي ميكر، بس في وسط يعني زي كده، زي الناس ما بتسميه ان هو مكان عبد الله السعيد، ماشي خلينا نسميه كده. ولكن برضه هو صالح لعب فترات كرقم 8 اللي هو وسط الملعب، بس مش يعني
مش حسام عاشور يعني، الراجل اللي بيبقى جنبه اللي بيلعب على كرة على قدام وكده، وأدى بشكل كويس فيها في البرتغال، ولاعب رقم 10 وأدى فيها بشكل كبير كويس جدا. فهو صالح يعني بيبقى عنده كذا، عنده ثاني نوع، عنده مرونة كذا حتة. وفي مدربين سألوا كده يعني، مارتن يول قال ما يلعبش رقم 10، لا يلعب في نص الملعب. كابتن حسام البدري أو بيسيرو خلينا نقول، لا ده الرقم، لا الراجل ده يلعب بلاي ميكر هيبقى أفيد. فهو أنا بحس إن هو عنده مرونة يعني، وفي البرتغال لعب الاثنين وكان بشكل بيأدي بشكل كويس يعني. احنا يمكن جبنا لقطات عرضناها دلوقتي، عرضناها من كام يوم كده لصالح جمعه وبرفقه حسين السيد في جيم في التجمع بيتمرنوا. طبعا انا قلت يعني هو يعني واضح ان رغبه شديده جدا، لكن في النهايه ما هوش تحت اشراف النادي. انت تعليقك ايه على الحكايه دي؟ لا يا كابتن، بس خلي بالك ان الفيدباك بتاع الموضوع ده كان كويس جوه النادي، ده رقم واحد. كويس. رقم اتنين اقول لك برضو على معلومه يعني ما قلتهاش قبل كده، انه في الوقت ده كان الجهاز الفني، يعني انا ما اعتقدش ان ده سر يعني، خلينا اقوله وخلاص يعني، خلينا كان الجهاز الفني في النادي الاهلي اتكلم مع لعيبه معينه انه اوزانها تبقى في حته معينه وفي خلال مده معينه. فصالح حصل ده معاه فعلا ووصل للوزن المطلوب، ولعب بعد كده مباراه الداخليه كبديل في اخر دقيقه. فهو الراجل وصل للوزن اللي كان مطلوب المفروض. لا، والحقيقه ان اللقطات اللي احنا عرضناها هنا الحقيقه بتبين ان هو عنده رغبه جباره، لان هو وحسين بيعملوا تدريبات في يعني شاقه للغايه قدامنا يعني. انا بقول لحضرتك، لا طبعا انا حضرت الفتره دي كان في الاكل متظبط ازاي والدنيا ازاي، وللامانه يا كابتن لا هو يعني الفتره دي فعلا كان في تركيز ورغبه مش طبيعيه، وان هو على الاقل يفنش الدوري بشكل يبقى كويس ومناسب. لكن برضو عشان بس ما يعني يبقاش كلامي في اتجاه، انا كابتن حسام بدري يعني بثق في وجهه نظره جدا وكل حاجه، واعرفه كمان على المستوى الشخصي، وهو راجل يعني محترم جدا. انا ما اقصدش اي حاجه ولا قصدي تدخل، بس انا بقى يعني هو كلاعب وانا كوكيله لا يعني طبعا بالنسبه لي مش قادر اشوفه في مكان يبقى والناس تقعد تتكلم ان هو بديل لكذا، او ان هو لا يخش هو الكلام انه بديل لعبد الله السعيد. ماشي يعني انا بالنسبه لي عبد الله السعيد طبعا مش هختلف عليه، بس انا بالنسبه لي صالح يبقى راجل مؤثر واساسي في الفرقه يعني، ده اللي انا اعرفه. والنهارده مثلا بنتكلم، الناس بتتكلم على مبادله مش عارف مع مين ونادي، يعني مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي جوه مصر، بس هو مش هيحصل اعاره داخل مصر ابدا، ومش هيحصل مبادره ابدا. الاخبار دي طالعه من جوه النادي يعني؟ الاخبار دي طالعه من جوه النادي؟ ما اعرفش، مكتوبه كذا حد بيسالني وكلام من ده يعني، لكن هو حتى يعني ما انا بقولها، وساعات لما حد بيستطلع يعني رايي في الحته دي كانديه او كده بقول لهم الراجل ده مش هيبقى موجود في اعاره جوه مصر ابدا يعني، الاعاره حلها الوحيد هتكون خارج مصر. الا بقى لو النادي الاهلي راي تاني خالص بقى من وجوده اصلا في النادي. لا 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 ده مستحيل، لا ده مستحيل. وبعدين ده مدفوع فيه ارقام يا كابتن عبد الرحمن، يعني كلمه انه يستغنى عنه ده مستحيل. اولا مستحيل لقيمته الفنيه نمرة اتنين، لان الدفع فيه ارقام يعني. مظبوط يا كابتن، والله انا بشكر حضرتك ان انت برضو يعني ابرزت حته ان هو الراجل اشتغل على نفسه في وقت من الاوقات، دي حقيقه، وده كان حركه يعني شيك جدا بصراحه منك يا كابتن. الله يخليك. وفي النهايه يعني طبعا زي ما قلت، والله التقدير كله للجهاز بالكامل يعني، هم اصحاب القرار يعني. طبعا طبعا طبعا، ايه مجرد اراء، هم اصحاب القرار، واحنا كمان ما احنا مالناش راي، احنا برضو بنعرض لا اكثر ولا اقل، لانه كان طموحات وامال عظيمه على صالح جمعه في يعني، وكانت خناقه بين الاهلي والزمالك عليه يعني، خناقه مش هنقدر ننساها ابدا يعني. وفي النهايه سجلنا طبعا، وسجلنا مع اسرته وطلعت اسرته تقريبا اهله، فاكر انت الكلام ده كله؟ فاكر كويس طبعا. وبعدين فجاه فين صالح؟ ما فيش صالح. فطبعا لابد ان احنا نتكلم، لابد ان احنا نقول، يا ده وضع طبيعي جدا، ومحبي النادي الاهلي وما اكثرهم برضه يسمعوا الدردشه دي، ربما يكونوا فكره او راي اخر يعني. مظبوط يا كابتن، تحسب لحضرتك بصراحه دايما، ويعني مظبوط كلام حضرتك مظبوط. انا بشكرك كابتن عبد الرحمن.